السلام عليكم الاخوان، غادي نوريكم كيفاش دوزوا الفيتاسات من بروميير للدوزيام ومن الدوزيام للتروازيام بواحد الطريقه يفهمها اي واحد كيشوفني ان شاء الله. انتم كتشوفوا بان الطوموبيل ها هي راه واقفه، غادي نتكيو على اللومبرياج. هذه وصيه كنوصي اي واحد بغى يسوق، غادي نصبكم اللومبرياج الفران. دائما اللومبرياج والفران هو الاول باش كتحكم في الطوموبيل ديالك. كنجيو نديرو بروميير وكنحيدو الفران ديال ليد هكا. احنا دابا مباركين على اللومبرياج الفران، درنا بروميير حيدنا الفران ديال ليد، غادي نديرو السينيال ديالنا ونشوفو هنا في المرايا. بقا تركزو على المرايات ديالكم بزاف، ملي تبغيو تكونوا واقفين في جنب الطريق بقا تركزو على المرايات هذه ديال الجنب هذه باش تشوفوا شي طوموبيل واش جايه ولا ما جايهش. ولكن ملي تبغيو تدخلوا للطريق ما تدوروش البولا بزاف، دور غير شي شويه هكا وعاود رجع. دابا بقى لنا كيفاش غندوزو الفيتاس. هنا نكسيري شي شويه بروميير، في اللحظه ملي نبغي ندير الدوزيام كنتكي لومبرياج وكتهز رجليك مكسيراتور ودير الدوزيام هكا، وانت كتهز رجليك بشويه وانت كتكسيري. هذه هي الدوزيام، حاولوا الرجلين ديالكم يكونوا مرخوفين. دابا حنا دايرين الدوزيام، فوقاش غادي نديروا التروازيام. التروازيام الاخوان راه كنديروها ملي كتفوت لنا السرعه ديالنا 40 كيلومتر في الساعه، يعني 40 41 او لا كيوصل عداد دوران المحرك ل 2500 دوره في الدقيقه او لا 2000 الا كانت الطريق هكا طريق مواطيه. دابا غادي ندير التروازيام، كنكسيري شي شويه، كنعمر كما كيقولوا كنعمر الموتور. في اللحظه ملي نبغي ندوز الفيتاس كنتكي لومبرياج ونهز رجلي مكسيراتور هكا، وكندير بامور. وهاد اليد هادي ديال اليسار حاول ما امكن انكم تقطرخيوها باش ما تهرب لكمش الطوموبيل جهه اليسار واليمين. وندير تروازيام، وانت كتهز وانت كتكسيري، كتولي كدوز الفيتاس غير بالعقل. راه هاد الفيتاسات هادو الاخوان راه ضروري خصكم تكونوا عاقلين عليهم بلا ما تدوزوهم وانتم كتشوفوا فيهم، لان كاينين بعض الناس كيشوفوا الفيتاس هكا عاد كيدوز. خصك كدوز الفيتاس بالشدان ديال العينين كما كيقولوا، عينك على الطريق وانت كدوز الفيتاس. كنتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش دوزوا الفيتاسات ديالكم، غير بشويه عليكم وما تزيروش اليدين ديالكم باش دوزوا الفيتاسات بكل سهوله. وكنتمنى التوفيق لاي واحد مقبل على الامتحان، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.